رمضان مبارك على جميع الأمة محمد وكذلك الشعب المغربي. فبالنسبة لي مثل هذه التظاهرات هذه خصوصا الصحافة الرياضية حكم أنهم التقرب ديالهم وكذلك الأجواء والظروف التي يعيشوها لا مع الفرق ولا المنتخبات المغربية للفئات العمرية وكذلك الفرق الوطنية وكذلك كنشوفهم كيغطيو تظاهرات كثيرة. الآن جاء الوقت أنهم تاهما يعبروا ماشي الآن بالقلم ولكن تاهما بالقدم ديالهم في الدوري هذا ديال المرحوم محمد طلال في النسخة الأولى ديالو. نتمنى الله أنه يمر في واحد الأجواء جيدة وظروف في الشهر الكريم تمر في واحد الظروف جيدة والأقوال إن شاء الله يكون هو الفائز بالدوري. هذا الحفل اللي داروا رجال القلم الصحافة وحيوا الذكرى ديال السي محمد طلال الله يرحمه، يعني كل اللي فكر فيها راه يعني تتنزل على الرحمات بحال بحال. يعني هاد الباديه اللي خداو تاع الرياضه راه ديجا بغاو يجمعوا الشمل تاع الصحافه والرياضه، يعني غادي يلعبوها الناس القلم الناس المربي ماشي غادي يلعب على انتيتر. هذه ذكرى المرحوم الله يرحمه والديه برحمه الله، ودائما انا في المبشي شي حفل تنشوف شوف تي في. يعني شكرا لهاد الناس اللي داروا هاد الاذاعه. الفكره ديال تنظيم الدوري المرحوم محمد طلال يعني رودتنا من مده، وكان إجماع داخل المكتب التنفيذي المغربي للصحفيين الرياضيين بلا حدود على أننا يكون هذا تقليد سنوي دوري يضم يعني منابر إعلامية وأجهزة إعلامية مختلفة، لأن الرحيل كان عنده ارتباط وجداني مع الإعلام ومع الصحافة وكان مكون الأجيال رحمه الله. فاللي يعني تلج الصدر هو هذا يعني الإقبال الكبير ديال الأجهزة الإعلامية للمشاركة في هذا الدوري. كنا في الأول بغينا نديرو غير دومي فينال فينال نصف نهاية نهاية، شوية جاونا ستة الفراقي قلنا نديرو دو جروب، شوية جاونا ثمانية قلنا نديرو يعني كارد فينال، دابا وصلنا 14 فرقة ومازال الفراقي يعني كيبداو الرغبة ديالهم باش يجيو يشاركوا في هذا الدوري. هذا كيدل على أن على المكانة اللي كان كيحظى بها الرحيل وسط الإعلاميين وسط الصحفيين. هو دوري من أجل كذلك التقارب والتأخي بين الصحفيين، ونتمناو أنه يمر في أجواء حسنة وأنه يعني يكون فرصة باش يعني يكون عرس كروي للإعلاميين والصحفيين. هذا كذلك شيء يثلج الصدر، لأن ملي باللغه الدارجه سرحت عيني في الحضور كيبان لي الممثلين ديال المنابر الاعلاميه اللي حاضره معنا الاغلبيه ديالهم قراو في هذا المعهد وتخرجوا من هذا المعهد وقراو عند الدكتور محمد طلال. شفت راديو مارس الممثل ديالهم، شفت انفو سبور الممثل ديالهم، شفت مجموعه من الاجهزه الاعلاميه اللي الممثلين ديالهم قراو في هذا المعهد هذا، والان هما صحفيين يضربوا لهم يعني الف حساب ويضربوا بهم المثل. تلقاو التكوين ديالهم هنا ونجحوا في المسار ديالهم وجاو تا هما باش يعني يخلدوا هذه الذكرى
ديال رحيل الدكتور محمد طلال وفاء لروح المرحوم، لانهم يعني عاشوا معاه سنوات ديال التكوين، سنوات ديال الدراسه، سنوات ديال التحصيل، واستطاعوا انهم يعني يمشيوا بعيد في المجال ديال الصحافه. جد مسرورين وجد فخورين كلجنه مسيره للمركب الرياضي ارينا فيلفيرت في احتضان او لاحتضان النسخه الاولى من دوري المرحوم السي محمد طلال، تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. فما علينا إلا أن نوفر جميع الظروف الملائمة لإنجاح هذا الدوري حتى يمر في أجواء رياضية بهجة، لأن السي محمد طلال له فضل كبير على العديد من الإعلاميين، أو له فضل كبير في إبراز العديد من الإعلاميين الرياضيين داخل البلد الحبيب، لأن كما كان عارفوا جميع ما يمكنش ننجحوا واحد الحفل رياضي بدون تغطية إعلامية صحفية ناجحة. شوف تي في بروفيت الزعيم في الانستيتيو سوبيريور ديال الميديا والصحافة في كازا، المعهد العالي للصحافة، وهذا ايفيمون انولي كل عام كيديروا في شرف المرحوم محمد طلال وصاحبي احمد طلال اللي عيط لي وبادر من الانستيتيو سوبيريور، وكان عندي الشرف في شرف ليا والله العلي العظيم. ما كنتش عارف زعما شي دي ديتاي ديال ليفيمون قبل بزاف، ولكن كون عرفت كون زعما كنت هنا قبل وهذا، وراك عارف هذا الشرف لينا والدراري كاملين ديال الاعلام، راك عارف كنخدموا معاهم كفنانين ميدان واحد اللي تيجمعنا، وشرف لي نكون معكم اليوم. كنشكر الجمعية الإعلاميين بلا حدود، وكذلك المعهد ديال في شخص السي أحمد طلال هو السي مصطفى طلال، اللي صراحة هذه بادرة طيبة على أنهم استطعوا يجمعوا الصحفيين والإعلاميين هنا بهذا المعهد. المناسبة هي إجراء القرعة ديال الدوري المرحوم، الدوري الأول المرحوم محمد طلال، قيدوم الصحفيين اللي تتلمد عليه عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين. واليوم إلا كان السي محمد طلال في القبر ديالو فاستطاع رغم انه في القبر انه يجمع الصحفيين. هذا الدوري هذا تخليد الذكرى الوفاه ديالو، نتمناو على ان في هذا العواشر وهذا رمضان نترحموا جميعا على هذه المعلمه اللي خلات الشيء الكثير وخلات واحد اللبنه ديال الصحفيين وزمره من الصحفيين. كل ما كنتمنى على انه يدوز هذا الدوري في روح رياضيه وتنافس شريف، وهذه مناسبه على ان الصحفيين غادي يبعدوا من المهنه ديال المتاعب، وغادي يكون فرصة للتلاقي والتأخي والتعارف كذلك. هاد الدوري هذا اللي غيكون النسخة ديالو الأولى ديال المرحوم محمد طلال، الحاج محمد طلال اللي هو أب الروحي ديال الصحفيين المغاربة، اللي غيكون إن شاء الله الانطلاقة ديالو غدا بتنظيم ديال الابن ديالو أحمد طلال المشكور، مع بشراكة مع صحفيين بلا حدود لرئيس الجمعية ديالها الأخ مصطفى طلال. هذا الدوري هذا غيكون ان شاء الله غيجمع الصحفيين كاملين اللي باش يلعبوا هذا الدوري هذا ان شاء الله في هذا رمضان، باش ان شاء الله نترحموا على الدكتور محمد طلال، وان شاء الله باش يكون هذا اللقاء باش يجمع الصحفيين اجمعين ان شاء الله. نتمنوا هذا الدوري هذا يكون نسخه تكون مميزه ان شاء الله، كل عام يبدا ينظم احمد طلال هذا الدوري هذا. مشكورين جميع الإعلاميين اللي حضروا معنا اليوم، إن شاء الله يكون كل شيء على خير وبخير، وكنشكر الناس اللي حضروا. والذكرى جات من طرف المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحفيين الرياضيين بلا حدود برئاسة السي مصطفى طلال. الفكرة كانت طرحناها السنة الماضية، ولكن كتعرفوا الظروف الوبائية اللي كانت ما سمحتش باش ننظموا هذا الدوري. اليوم مشكور الشريك ديالنا في هذا الدوري ارينا فيلفيرت اللي غيحتضن الدوري، اللي غيكونوا فيه مجموعه من المقابلات بحضور يعني خيره المنابر الاعلاميه وخيره الصحفيين اللي غيشاركوا. ايضا غيكون فريق الفنانه وفريق ديال الاصدقاء المرحوم الدكتور محمد طلال، ايضا فريق المعهد العالي للصحافه والاتصال. فبالتالي اليوم يعني الهدف من هذا الدوري ومن طبيعة الحال يتلقاو الزملاء الصحفيين ويمر في أجواء يعني كتسود فيها الروح الرياضية واحترام لادفيرسير، احترام الخصم. وبالتالي هذا الدوري هذا أيضا غيتم تكريم الزوجة ديال المرحوم محمد طلال اللي هي الأم ديالي، نظرا وغيتم أيضا
تفكروا فيها اهم المحطات اللي دوزها الدكتور محمد طلال في طبيعه الحال الشريط اللي غيتبت في مباراه النهائي. فأهم حاجة كما قلت من هذا الدوري هذا هو تكون الروح الرياضية والفير بلاي معروفة في الرياضة وفي كرة القدم. وأيضا غيكون دوري كيتميز من باقي الدوريات اللي كانت كتنظم من قبل، لأن نوع التنظيم طريقة التنظيم غتكون مغايرة، وأيضا حتى الجوائز بطبيعة الحال اللي غتخلي اللاعبين أو المنابر المشاركة يتبارعوا على أساس تكون واحد المحفز إيجابي لهم على ود هذا الدوري هذا. من الصدف مجموعة من هاد المنابر اللي غتشارك فيها مجموعة من الخريجين اللي تخرجوا من المعهد اللي أسسوا المرحوم الدكتور محمد طلال. وأيضا هذه ما غيكونش غير دوري ديال كرة القدم، غتكون جائزة إن شاء الله ديال الصحافة باسم المرحوم الدكتور محمد طلال، أيضا غيكون شريط وثائقي باسم المرحوم الدكتور محمد طلال اللي واجد واللي كنتسناو غير التاريخ المناسب باش يتم البت ديالو. وغيكون طبيعة الحال كتاب اللي غنتكلموا فيه على جميع المحطات لا السياسية ولا في المجال ديال التكوين الأكاديمي في الإعلام ديال المرحوم الدكتور محمد طلال. مرة أخرى كنشكر قناة شوف تي في على المواكبة ديالها الدائمة ديال هذه الجمعية هذه، وأيضا ديال المعهد العالي للصحافة والاتصال.